تشوف مشكلة أخرى. الله ما يسر. يلا الله يعاون. السلام عليكم. بعدا واش الصورة واضحة والصوت واضح ولا كاين شي مشكل؟ شوفوا مني تنزومي واش الصوت واضح والصورة واضحة. جاوبوني عفاكم إذا كانت الصورة واضحة والصوت واضح نبدأ إن شاء الله. المشكلة ما تيجيو دي نوموند باش ناكسبتي شي ناس و انا طالق لايف وغالبا هاد الناس تيجيو باش يحضروا اللايف وهذا هو المشكل. ما تنقدرش نبقى في اللايف و اون ميم طون.
D'accord, Achabeb, d'accord. الله يعطيك أخي محمد، مرحبا حبيبي. مرحبا أخويا محمد. واخا الخوت. نبداو إن شاء الله. شوف هاد الفورماسيون هادي راه ما متعلقاش بالناس اللي هما تيكالكيليو مزيان، باش تيديرو كونسيبسيون مزيان. إلا بغا يحضر معانا غير باش الإنسان يزيد ربما شي استفادة واحدة أخرى. ما هي مخصصة إن شاء الله غير الناس اللي هما يلاه بادين في البيطارمي، يعني شي واحد يلاه مثلا بدا في بيروديتي، جاه واحد البلون دلارشي، وأول مرة غيدير كونسيبسيون، أول مرة غيخدم واحد البلون، فهو غير مطالب أنه لا يدير لا كالكيل، ولا يكون عارف في لي نورم سيسميك، ولا يكون عارف في الاناليز ولا كالكيل ستاتيك ولا مودال ولا حتى شي حاجه. اللي مطلوب منه هو انه يخدم واحد البلون كوفراجي في رياج بروفيزوار، ومن بعد ديك الساعه تيدوز اللوجيسيال ديال الكالكيل بحال الروبو ولا بحال ارش ولا بحال السي بي باش يتكالكيلا ويخرجوا لي ديمونسيون كما هما، ويفيريفي واش هاد لي بواطو ولا هاد لي ديمونسيون ولا هاد الحديد هذا واش دايز ولا ما دايز. فهمتوني يا شباب؟ باينه. فما محتاجينش شي واحد يجي يقول لك لا فوالا، واش هادي الا دوزتيها في السيسميك راه ما تخدمش، ولا حكا الا راه خصك لي فوال دو كونتر فونتمون ولا. الهدف من الفورماسيون راه ماشي هو هذا. الهدف من الفورماسيون هو انه غير انسان يتعلم يديسيني بلوتوكاد اول حاجه، تاني حاجه يعرف يدير كونسيبسيون، يجيه ان بلون دارشي تيبقى دايخ، وكان ندير الكالكيل واش نكالكيلي من قبل، وعاد ندير ديسان واش ندير كونسيبسيون، وعاد نكالكيلي وكيفاش نكالكيلي. تعمرش راسك بهادشي. هذا اللي غتبعو معايا هو انك غتحاول تتعلم كيفاش ديسيني بلوتوكاد، كيفاش دير كونسيبسيون، كيفاش يجيك بلون دارشي من الاول وانت تبدا فيه تتساليه. هذا هو الاساسي من هاد الفورماسيون هادي. من بعد ان شاء الله الا بغيتو ندخلو نموديليزو في الروبو ونديرو الكالكيل وداكشي، هادي ما عندناش مشكلة. رغم ان ماشي تندعي انني مجهد في الروبو في الكالكيل، لان بصراحة على قد الحال، ولكن نديبانيوكم شي مشكل. نصدعكم شي شوية بالهضرة عيد ما تجمعوا الشباب، وحاولوا تبارطاجيو دابا باش يقدر يكون أكبر عدد من الشباب اللي غيسول يسول ولا أوكي. وأخر غنخليكم واحد جوج دقايق بالحساب، غادي أرجع عيد ما تجمعوا الدراري. السلام عليكم. علي حداه الكوزينه يمشي يعمر شي كاس القهوه ويجي يريح معنا، يصار معنا اليوم شويه. داكور واخ. كنت تنقول لكم فاش كرينا هذا الجروب، الحمد لله دابا في سيمانه تقريبا جاب اكثر من 1000 واحد،
تبارك الله الشباب باغيين يتعلموا، بزاف الناس زعما بزاف الدراري اللي تواصلت معاهم بغاو يديروا دي فورماسيون. نتمنى من الله ان الدراري يلتزموا معنا يديروا شي فورماسيون حتى هما، حنا على قد الحالة اللي تنعرفوها تنحاولوا نوريو للناس. وفي نفس الوقت جاو شي انتقادات باش تخربيق اللي تيقول لك لا فوالا انت يا غادير هاد الجروب هذا وغادير دي فيديو غراتوي وحنايا واش تعلمنا فابور وكدا وهادي وتهرسنا ما تهرسنا. فكل واحد حر في راسو، وتتوصل معاهم الباب مسدود يعني ما تقدرش تشرح له، تقول له انا الفورماسيون هذه ما نديرهاش بنادم اللي باغي يتعلم فلوس. اللي باغي يتعلم فلوس راه بطبيعه الحال يمشي يدير شي فورماسيون بلي فوغ على الفورماسيون اللي تندير دابا هنا، غيدير شي حاجه مجهده بطبيعه الحال. حنا تنحاولوا نعلموا غير الناس اللي ما عندهمش امكانيات انه يمشي يدير فورماسيون في روبوبات ولا يديرها في شي ايكول بريفي بواحد الثمن اللي هو ما عندوش الامكانيات باقي تيقراو على قد الحال. واللي خصو شي فورماسيون مجهده بطبيعه الحال راه غيمشي يخلص فلوس ويدير فورماسيون. حنا ماشي تنبغيو نطيحوا السوق على شي واحد ولا نقطعوا رزق شي واحد اخر. كل واحد وكيفاش تيفكر. انا عندي واحد المعلومه باغي نوصلها غراتوي، ما تنظنش انا حر، حتى واحد ما غايقول لي علاش تديرها ولا علاش ما تديرها. داكور بسم الله غنبداو. شوف الشباب هاد الفورماسيون اصلا هاد البلون هذا ماشي هو البلون نفسه اللي كنت لونسيت ليكم اللي كنت درتو في هاد السنين اللي فاتت. نتوما عارفين علاش ما قدرتش ندير نهار السبت اللايف، لان عندي شي مناسبه. وتنشكر كاع الدراري اللي باركوا ليا. فهذا جا غير بروفيزوار، هذا واحد البريكول جا من عند واحد السيد. او ميم طو قلت انا غنخدمو غادي نخدمو فغنشاركو معكم. الدراري اللي اول مره تيجيهم ان بلون دار شي فحال هكا وتطلب منهم انه يدير واحد البلون دو كوفراج الفرياج، اول حاجه ان فوا غيجيك بلون دار شي غالبا غيجيك فحال هكا. لي بلون دار شي راه معروفين تيتخدمو بارشيكاد ولا بالريفات ولا كدا، وتيتخدمو طروات دي. من بعد شنو تيدير؟ من بعد تي اكسبورتيو هاد البلون ديالهم اللي هو مخدوم بطروات دي بلاشيكاد ولا مطلوب ولا مخدوم كيما قلت لكم بالريفات، تي اكسبورتيو للدي اكس اف ولا دي دبل في جي. دي اكس اف و دي دبل في جي هما ليكستونسيون ديال الاوتوكاد، هما باش تيخدمو الاوتوكاد. كيفاش؟ تنحاول ما امكن نبسط، لان كاين شي ناس اللي ما عارفينش هاد الامور. بالنسبه لشي واحد يلاه غتبان ليهم هادي امور تافهه راه كلشي تيعرفها، ولكن بعض الناس راه ما عارفش حتى هاد الشيء هذا. يعني ملي تقول له دي اكس اف ولا دي دبليو جي راه ما تيعرفوش. غير صبروا معنا الناس اللي عارفين يقولوا بسم الله راه حنا عارفين، والناس اللي ما عارفينش راه غيستافدوا، حيت الفورماسيون هي راه ماشي مخصصه يعني كاع المستويات، كل واحد الحمد لله والمستوى ديالو. فلي زيكستونسيون هما هادو. فاش تجي تونغوجيستري واحد فيشي اوتوكاد تيعطيك لي زيكستونسيون ديالو اللي شفنا هما دي دبليو جي هنا دي دبليو في جي. هنا هاد لي زيكستونسيون شنو تيدير؟ تيعطيك هنا كاع الاعوام اللي عند الاوتوكاد، لي فيرسيون اللي عند الاوتوكاد شاك اني. مثلا كاين اوتوكاد 2004، كاين 2007، 2010، 2013، اللي عندي انا 2016. فحاول ما امكن انك منين تجي تونغوجيستري في شي اوتوكاد ديالك حاول تونغوجيستري في واحد الفيرسيون قديمه باش تقدر تعطيتيه لشي واحد يقراه بالفيرسيون اللي عنده. مثلا انا مثلا خدام 2016، الا اونغوجيستريتو ب 2016 وصيفطتو لشي واحد اللي هو خدام ب 2000 وما عرفتش 2014 ما غاديش يتفتح له بطبيعه الحال. علاش؟ حيت الفيرسيون اللي خدام بها انا فيرسيون جديده، والفيرسيون اللي خدام بها هو فيرسيون قديمه. هذاك الشيء علاش باش ما يبقاش يرجع لك الفيشي اشاك فوا يبقى يقول لك بنادم فوالا راه هذاك الفيشي اللي صيفطتي ليا ما بقاش يتفتح وكذا. تدخل لواحد عندنا اوتيل، هادشي الاوبسيون عقلوا معايا، هادشي الاوتيل، وغتمشي الاوبسيون وغتحاول انه ديما تخليه يتونغيستخا في واحد الفيرسيون قديمه بلا ما تبقى دير اونغيستخي سو تختار عاد نتايا فين غادي تونغيستخي. مثلا 2004 ولا ما عرفت شنو، غتمشي لاوفغيغ اي اونغيستري، راه تلقاها هي الثالثة. وغتمشي هنا هي اونغيستري سو، انا لقيتوني دايرو في 2000، يعني 2000 ما تنظنش شي واحد تيخدم في اقل من 2000. راه هاد الفيشي هذا تي اونغيستري فيرسيون 2000، يعني الناس اللي عندهم 2002 2004 2006 2010 حتى 2016 كلهم يقدروا يفتحوا هاد الفيشي هذا اللي انا تنخدم. داكور مفهوم هاد القضية؟
اي شيء واحد عنده شيء تساؤل باش نكملو يكتبوا في لي كومونتير. هاد المساله باينه من بعد تندير ابليكي وتندير اوكي. الحاجه الثانيه اللي غتلاحظوها انني تنخدم بواحد ليكرون بيضا. علاش تنخدم بواحد ليكرون بيضا؟ حيت تنخدم على لي بلون دي لي بلون ديكزيكيسيون الفراياج والكوفراج. وهاد لي بلون هادو تيكونوا شويه تري كومبليكي، تيكونوا معقدين، تيكون فيهم دي ديتاي صغيرين. وهاد لي ديتاي هادو ما تيكفينيش كيفاش نفيريفي في النوار. ملي تتكون ليكرون نوار ما تنقدرش نفيريفي، الوغ تندير بزاف لي فوت. شنو من بعد وليت تنخدم ايكرون بيضاء بحال البابي، فتيبان لي انا البلون بحال انني تنفيريفي في البابي. كيفاش تردو كلاسيك؟ واخا هذا سؤال مهم تاعو. شوفوا الشباب، كاينين بعض الناس اللي تيخدموا كلاسيك في حالي، يعني الناس القدام اللي كان عندهم اوتوكاد 2000 2004 الى اخره، ولفوا على كيفاش يخدموا كلاسيك. كلاسيك هي هاد لي بار تيجيو بحال هكا في الجناب، تيجيو كلاسيك. غالبا دابا لي فيرسيون الجداد ديال الاوتوكاد تيجيو بحال هكا بحال هكا، انتم غتشوفوها باغي تبدل بحال هكا تيجي. الناس اللي تيخدموا هكا عادي ما كاين حتى مشكل. وكاين الناس اللي تيفضلوا انا نخدموا كلاسيك في حالي انا، فما تقدرش، انا تعودت على لي كوموند انه يكونوا في الجناب، فما تنقدرش بحال هكا حتى نبدا نقلب على لين على بولي لاين على ديكالي على كذا، فتردو كلاسيك. لي فيرسون اللي قبل 2016 تتمشي على هاد العلامة هادي، تمشي على هاد العلامة هادي ديال الريغلاج، تتكليك عليها تتبان لك هنايا اوتوكاد كلاسيك، تتكليك عليها تيولي كلاسيك. تنظن 2016 تنظن كاينه هاي اوتوكاد كلاسيك، واقيلا حتى 2016 ما فيش. قبل 2016 2015 2014 اللي قبل هاد الفيرسون كان اوتوكاد كلاسيك تتختاروا غير من هنا. لي فيرسون جداد من بعد 2016 ما بقاتش هاد القضيه هادي، وليتي تتشي تتريشارجي واحد الفيشي اللي تيكون عنده واحد ليكسونسيون معين وتتاجوتيه في الاوتوكاد وتيعطيك اوتوماتيكمون اوتوكاد كلاسيك. هاد الفيشي هذا ان شاء الله انا غادي شي نهار غادي نخليه لكم في الجروب وتيليشارجيو، ونوريكم كاع كيفاش تخدموا باش تولي كلاسيك. شي حاجه بسيطه تقدر تدخل على اليوتيوب بلا ما تحتاجني كاع، كيفاش ترونسفيري او كيفاش ترد تكونفيرتي او كيفاش ترد الاوتوكاد من اوتوكاد عادي الكلاسيك، وراه يعطيوكم ديك الفيشي تيليشارجيو وكل شيء. هذه مساله بسيطه يعني ما محتاجاش مجهود. داكور، رجعوا الاوتوكاد كلاسيك ديالنا. هاد لي بار اللي تتشوفوا بالحمار وهاد التخربيق هادي ما تعمروش راسكم بيها، لان هذا راه غير ارماكاد وانتوما ما عندكمش ارماكاد. وهذا ما بغاش يرجع، ما عرفتش بديت تسطم. رجعوا لهادي معرفتش علاش عطاني هادشي هذا بصراحة، أول مرة تنشوف هاد التخربيق هادي. نعاود الشباب نخرج من الأوتوكاد ونعاود ندخل ليه. تيت اونغيجيسترا، تيت اونغيجيسترا اخويا اسمح لي، تيت اونغيجيسترا هو تيت اونغيجيسترا اوتوماتيك. ولكن انا غادي، انا نسيت مزيان ملي فكرتيني، بعد انا نخدم باندي كام باش تيت اونغيجيسترا. وديك الساعة تلا كان الكاليتي ديال الفيديو عيان، ديك الساعة نعاود امبورتي ليكم بكاليتي مزيان. لو رجعنا للكلاسيك هادشي هذا انا كنت قادو هنا، ماشي مشكل نعاود نرجعو. هاد لي زيكون، هاد لي بار، هادو راه غي ديال الأرماكات، ماشي مشكل. داكور، فيرمي لا بار دو موني، نشوف لا بار دو موني جو كخوا هنا. لا
ما عرفتهاش اخويا. المهم دابا راه خدام مزيان. المهم دو توت فاسون غنديباني بيها. داكور، قلنا بانه كان جات هذا واحد البروجي اللي هو واحد الاير بليس، اير بليس دور نقدر نعرفوها من هنا. عندنا غيت شوسي وعندنا دوز ايطاج، الوغ هادي اير بليس دور. تطلب منا اننا نديرو ليها واحد البلان كوفراجي في العياش. اول حاجه غادي نبداو بها، جانا بلون دارجي كيما بلون دارشي كيما قلت لكم بحال هكا. فالبلون دارشي تيتخدم كيما قلت لكم بارشيكاد ولا بالريفيت، ومن بعد تي اونغوجيستريو بالدي اكس اف ولا دي دبليو في جي وتيصيفطو لنا وحنا تنفتحوه بحال هكا. فتيجينا بحال هكا. غالبا الناس ديال الناس ديال لارشيتكتور اما تيخدمو بالسنتيمتر ولا بالمليمتر، على ما اعتقد سنتيمتر ولا مليمتر. انت ملي تجي تتفق الفيشي ديالك غالبا غيجيك اما بالسنتيمتر بالمليمتر. شوف انت باش تخدم في الاوتوكاد، واش تخدم بالمليمتر، كيفاش تنقص المليمتر. ملي تنقول مثلا مليمتر سافو دير انه امتر هو 1000 و1000 مليمتر. يعني ملي غتجي الا كنت انا تنخدم مثلا بالمليمتر، غنجي هنا غنديسيني واحد اللين اللي هو فيه امتر، ولكن ما نكتبش ان، نكتب 1000 لان خدام انا بالمليمتر. سافو نكتب 1000 مليمتر، ها هو غيجيني هنا 1000 مليمتر. هذا هو امتر، هذا هو امتر. الا كنت انا تنخدم انا شخصيا تنخدم بالمتر. الا كنت تنخدم بالمتر باش يجيني ساهل، فمني تنقول له انا ان متر ندير له ان، هي ان متر تنخدم بحالك. لنفرض انني مثلا تنخدم بالسنتيمتر، 100 سنتيمتر هي ان متر، فغندير 100 اونتري. هذا هو ان متر. سا ديبون انت باش تخدم. الو انا تنخدم بالمتر، ولكن البلون انا اللي جاني هذا ماشي بالمتر. كوتاسيون هنا تعطيني هنا 100، صافي دير انه خدام هاد السيد هذا خدام بالمليمتر 100 يعني 10 سنتيم. وانا في الكوتاسيون تيقول لي هنا حنا 25. الا جيت كوطيتها انا بالمتر تنزومي تلقى 250، صافي دير 250 سنتيمتر. صافي دير هاد البلون هذا مخدوم بالسنتيمتر، ولكن انا تنخدم بالمتر، ما نقدرش نخدم عليه. الو شنو غادي ندير؟ غنصغرو. كيفاش غندير نصغرو؟ غنسيليكسيوني كامل وغنمشي لواحد الكوموند سميتو اشيل. هو الشباب واحد العلامه ديال الكاري وسطها كاري واحد اخر بالكحل، اشيل. غنكليك عليها، غنمشي لواحد البوان، نمشي لواحد البلاصه اللي انا عارف لي كوت ديالها شناهي. بحال دابا مثلا هاد 25 هاد، نعرف هاد لا ديستونس ما بين هاد لا لين هادا وهاد لا لين 25 سنتيمتر. الوغ غنكليكي في واحد البوان هنايا وتبعو معايا شنو غادي دير. تعطيني واحد الاختيارات لتحت، لا قريتي لتحت غتلقى كاتب لك سبيسيفي لا فاكتور ديشيل او كوبيي ودير واحد السي بالزرق، ولا داير لك الريفيرونس ودير واحد الار بالزرق. هاديك سي و ار الاولى اللي مديرها بالزرق هي الاختصار ديال داك الكوموند. يعني الا بغيتي دير كوبيي غدير سي اونتري، الا بغيتي دير ريفيرونس غدير ار اونتري. انا محتاج ريفيرونس، انا نوريكم كيفاش ريفيرونس. الو غندير ار اونتري. شنو تيقول لي؟ تيقول لي سبيسيفي لا لونغور دو ريفيرونس. نتايا ما تسوقش لهاد المساله هادي، خد واحد البوان ديالك من هنا. حنا عارفين بان المسافه ما بين هاد لالين هذا وهاد لالين هي 25 سنتيمتر. انا باغي نرجعها بالمتر، شحال غتكون بالمتر؟ هي 0.25. الوغ بالمتر غتكون هي 0.25. الوغ غناخد اي بوان من هنا نكليك عليها، غناخد لا دوزيام بوان اللي شنا هي هادي، ومن بعد غنكتب له 0.25 اونتخي. الدسان هو صغر، ولكن شنو وقع له؟ لي شيل ما صغرش. علاش لي شيل؟ لان لي شيل مخدوم بالسنتيمتر، لان لي شيل مصايب على حساب السنتيمتر. عليها الكوتاسيون ما صغرتش، راه الكوتاسيون طاتني مخربقة بحال هكا. شنو غادي ندير ليها؟ غنسيليكسيونيها كاملة وغنمشي غندير ليها ستوندار اللي خدمات ليا ستوندار، غنشوف إلا صغرت بالستوندار. ما صغرتش، غنختارها هنا. كيفاش غاتصغرها؟ راه كاينة لي ستيل دو كوتاسيون عندك هنا ديجا لتحت. غناخد ستوندار، فوالا هاهي ستوندار، هاهي صغرت. شتيها؟ هاهي صغرت. دو توت فاسون انا هاد لي كوتاسيون هادو ما تيهموني في حتى شي حاجه. يعني بمعنى انه انا غير وريتكم كيفاش تصغروهم. ديك الساعه نقدروا نديروا واحد الحصه كيفاش نكريو، ولا ديجا نديروا واحد الحصه كيفاش نكريو الكوتاسيون كيفاش نقادوهم. فهاد ستوندار مثلا لو بغيت نقادهم غادي ندخل ليهم من هنا وغنمشي ندير موديفي، وهاد لي زوبسيون هادو غنوريهم لكم من بعد.
Alors, on va dire, voilà, il y a l'audition, maintenant, aligné, haka, il y a maintenant, un petit principal, je suis en 0 d'air, on va voilà, il y a un jeu de 0 après virgule, ou ça veut dire, on va dire, ok, on va définir rente, on va fermer, on va faire un petit souffle, maintenant, vous êtes très bon, maintenant, je suis en train de faire un petit souffle, moi, je vais vous dire, كوتاسيون غادي ديك الساعة إن شاء الله غادي نوريهم لكم الباب كيفاش تنديرو واخ الوغ كوتاسيون هنايا غيخربطوني علاش أنا ما عندي من ندير بيهم أصلا يعني ما غنخدمش بيهم شنو غنكليك عليهم غالبا هما الناس اللي تيخدمو لارشيتكتيغ راه تيجي تيديرو كل حاجة في الكالك ديالها كوتاسيون في كالك ليميغ في كالك لأن الخدمة بالسيستيم ديال ولا تكنولوجي البيم لأن راه تيخدم بالتكنولوجي البيم و الاركيكات هو تيخدم بالتكنولوجيا البيم ومن طبيعة الحال الاركيكات بجرافي سوفت راه هي اول شركة خدمت اللي ما تعرفوش بزاف الناس راه هي اول شركة خدمت بالتكنولوجيا ديال البيم الوغ هاد لي لوجيسيال اللي تيخدموا 3 دي ولا تيخدموا بتكنولوجيا البيم راه كل حاجة تعطيوها الكالك ديالها يعني كل حاجة معرفة بالكالك ديالها اللي ما تعرفوش شنو هما لي كالك هما انه اي اليمون هنايا اي حاجه هنا اي لين هنايا تيكون بحال مثلا بحال لي كوتاسيون تيعطيوهم هاد الكالك هذا اللي سميتو كوتاسيون كاين كالك واحد اخر سميتو كوتاسيون غيكون مختلف شي شويه عليه في شي حاجه واحده اخرى مثلا غتلقى لي زيكيبمون موبيليي مثلا هادشي ديال التواليطات ولا هادشي ديال الكويزين هاد الريفيتمون هذا تا هو داخل في كالك بحديتو لي ميور داخلين في كالك بحديتو معلاش باش يسامبليفي عليهم الخدمه انه مثلا ما بغاش اللي ميغ يبان و تيكاشي اللي ميغ ما بغاش مثلا اللي الكوتاسيون يبان و تيكاشي الكوتاسيون بغا يسيليكسيوني على الكوتاسيون سيليكسيوني على الكوتاسيون بحديتو داكور الوغ انا الكوتاسيون هادو ما غاديش نخدم بيهم ها يرونوني شنو غندير غادي نكاشيهم نختاريت واحد الكوتاسيون اللي عطاني بانها الكالك ديالهم غنقول له فوالا كاشي لي الكوتاسيون ما بغاوش يتكاشا داكو علاش ما بغاوش يتكشرو حيت انا اختار داك الكالك نيت خدام فيه فغنمشي نختار واحد الكالك واحد اخر مثلا زيرو بروفيزوار عندي اسم واحد لين باش يبان على انني خدام فيه وغنرجع لداك الكالك اللي سميتو كوتاسيون اللي هو هذا وغنعاود نكرشيه ما بانش اذا ماشي هو غنمشي لواحد اخر هنا ها هو هذا غنكرشي هذا طق ها هو مشاو بقاو دي ستيل كوتاسيون وحدين اخرين بحال هذا شي مشكل سي بريمير يعني احنا ما عندي من دير بيه لو خدش على فوالا الكوتاسيون كلهم مشاو اذا كوتاسيون ما عندي من دير بيهم وهاد ديسان صغار فاش غنجي نكوتي ديك 25 اللي عقلتو عليها اللي قلنا حنايا كان فيها 250 فاش غنكوتيها شوف شنو غنلقى 0.25 صافي دير ان هاد البلون هذا راه دابا ولا بالمتر داكور الشباب اللي عنده شي سؤال يقولوا لي دابا باش نقدر نكمل اللي ما بانش له شي حاجه او ما فهمش شي حاجه من هادشي اللي قلت كامل يقولوا لي راه كاين اللي غيجي النعاس من هاد الفيديو هذا وكاين اللي غي وديك الساعه من بعد نخليه اونغوجيستري واللي بغى يزرب يزرب هادشي اللي ما عنده ما يدير المهم احنا تفاهمنا على واحد المساله دابا هاد الديسان اللي عندي هو بينا خداكم ندوز الحاجة الثانية دابا البلون دارشي عندي جاي بالماتر ولا تنخدم بالماتر ودابا خصني نبدا له البلون ديال الكوفراج وفرياج قبل ما نبدا له بلون كوفراج وفرياج خصني نقراه مزيان خصني نشوف شنو فيه وي واخ دقيقة
Ah, bravo, papa. الخداق ما نكملوا. اول حاجه قلت لكم الشباب باش نكملوا، وانه مني يجيني واحد البلان دار شي بحال هكا فنحاول نقرا شنو الحاجات اللي خصني نركز عليها باش نقرا. مثلا تيبان لي انا ان البلان فونداسيون، مثلا في البلان فونداسيون تيبان لي على انه علاش هاد السيد هذا دار لي سومير اكسونتري، وغنشرح لكم من بعد شنو هما لي سومير اكسونتري. فغاي من خلال هاد لي سومير اكسونتري تنعرف بانه هنا راه كاين لي فوازان، هنا كاين لي فوازان، وبان هاد السيد هذا راه ما يقدرش يخرج لي سومير هنا، وفي نفس الوقت راه ما يقدرش يخرج راجل هنايا. علاش؟ لان عنده جيران من هنا وعنده جيران من هنا. هاد المعلومه هادي كامله منين بانت؟ واخا يعطيني غير الفونداسيون نعرفها. فمثلا لو انني خدام وتنشوف ان لي سومير اكسونتري، عرفت بان الجيران من الجناب عنده، وجيت واكتشف بان السيد داير واحد الشارج من هنا، فوالا راه شي حاجه غلطه تما، شي حاجه صدرطه. راه السيد دار الارشيتكت راه نسى بانه الدار عنده جيران، ولا فتح شي شارج من هنا راه يخرج عند الجيران. هذه معلومات اللي تنقدر نعرف. مثلا من بعض الاشياء اللي تنعرفها مثلا من لي كوب، هو بعض الخطرات تيجيني مثلا شي حاجه هابطه وشي حاجه طالعه، تنعرف بان السيد راه عنده ديكالاج نيفو، تنعرف فيها غندير الفوالات. مثلا تيبان لي بان السيد ما عنده النيفوات جايين مع التيغ ناتيغال، ما هابطنش بزاف، الوغ 100% ما عندوش لي فوال، ما يكونش لي فوال هنا ولا كذا، الا لا كان مثلا واحد التيران اكسيدونتي ولا كان واحد التيران. فتناخد فكره على التيران كي داير. هنا التيران تيبان بلا، ما تيبانش لانه كاينه شي اكسيدونتي، سا فو دير مايل ولا شي حاجه، ولا عنده شي بلاصه هابطه وشي بلاصه طالعه، الوغ ما نحتاجش لي فوال. يعني شوف غير من لي بلون دارشي تاخد بزاف ديال المعلومات اللي غتفيدك في الكونسيبسيون ديالك. داكوغ، فاهمين على هذه المساله. اول حاجه غادي ديري قبل ما تبدا في البلون كوفراج في رياج، باش ما تعاودش الخدمه دو فوا تروا فوا، هي شناهي؟ هي انك غاتشي غاتقرا البلون ديالك مزيان، غتقرا البلون ديالك مزيان. هنايا مثلا تنشوف بان هاد السيد هذا داير حيط وسط الدروج. كيفاش حيط وسط الدروج؟ صافا با، واش هاد السيد هذا غيطلع حيط وسط الدروج وبنادم غيبغي ينتقل من هنا لهنا راه غيطيح في هاد الحيط وكذا؟ لا، في الاخر تنكتشف بان السيد هذا شنو بغى يستغل تحت ديال الدروج، وبغى يدير فيها دي باراس ولا بغى يدير فيها طول. تعرفوا حنايا ديما تنستغلوا المساحه، تخليو حتى حاجه تضيع. هاد السيد هذا شنو بغى يدير؟ بغى يدير واحد السده ولا واحد الديبو ولا حتى التخربيقه اللي يخبي فيها شي حاجه، فدار واحد دي باراس ولا ما نعرف، ولا تيديروا طواليت ولا تيديروا شي حاجه تحت من الدروج. تجي تحت من الدروج، فهداك الحيط راه غيجي تحت من الدروج، ما غيجيش الدروج مباشره. نعاود نسولكم، واش الصوت واضح والصوره واضحه؟ واش الصوت واضح والصوره واضحه؟ اكتبوا لي الشباب وحاولوا تبارطاجيو. الله يجازيكم بخير باش بنادم يستافد. واخا اللايف غيبقى الفيديو غيبقى اونغوجيستري، ولكن انا تنفضل اللايف. علاش؟ على ود حاجه واحده، وان ممكن تواصل مع الناس اللي تيتفرجوا فيك، ولا بغاو يسولوا تجاوبهم سير بلاص. هذا هو الاساس، باش بلا ما يبقاو يجيوك من بعد دي كيستيون في سميتو، ما تنقدرش نجاوب على كل شيء. فمن الاحسن يكون داك الشيء مباشر، اللي عنده شي سؤال يسول. رجعوا لهاد المساله اللي قلت لكم، اللي هي مساله مهمه، هي انك خصك تقرا البلوم مزيان قبل ما تبدا فيه، باش ما تعاودش الخدمه دو فوا تروا فوا. بحال اش بحال دابا مثلا كما قلت لكم لي سومير اكسونتر، الا قريتي البلوم ديالك مزيان غتعرف بان السيد عنده لي فوازان من هنا ومن هنا، فبالتالي ما غاديش تقدر دير لي سومين سونتر هنا. شحال من واحد تيكال كيدير البلون ديال كامل وتيدير لي سومين سونتر، في الاخر ملي تيجي ليكزيكسيون تكتشف بان عنده لي فوازان، وهذوك لي سومين خصهم يجيو داخل عنده في التيران، وان لي سومين غيدخلوا عند الجيران، وعاد ديك الساعات يرجع البلون دار البلون بيتوغاميت يقول له لا راه غلطتي وخصك تقاد ليا لي سومين لانهم غيدخلوا عند الجيران الى اخره الى اخره. واحيانا بزاف الخطرات شنو تيوقع؟ تخيل معايا وانه انت يا عندك جيران من هنا، وعندك جيران يعني مبين لك الارشيتكت بان عندك لي فوازان من هنا ومن هنا،
كاينو تيعطيه مثلا شي واحد اللي هو ما تيفهمش بزاف، فواحد تيدير لي بلون بيتو ارمي كوبي كولي، نهار تخدم له بلون بيتو ارمي مشات اكزيكيتا في شونتي. الغريب هو ان تلقى مثلا ان دوك لي فوازان مازال ما بناوش، التيران خاوي من جناب ومن جناب. السيد شنو تيدير؟ تيمشي تيدير لي سومين ديالو هادو سونتري، تيخرج هاد لي سومين في هاد الجهة هادي، تيبني وتيسالي وصافي وتينوض نايض وكدا وهادي وهادي. تيجي من بعد سنين ولا عامين 3 سنين، تيجي الاخر تيجي الاخر تي 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 تيجي الاخر تيبغي يبني الار بليس دولا الار بليس 3 ديالو حدا، فتيكتشف بانه السيد دخل له بلي سومال ديالو في التيران ديالو. اش غادي يدير ديك الساعه؟ مشكله، غتنوض مشكله، يقدر يدعيه لانه دخل له في التيران ديالو. وشنو داك السيد شنو غيمشي غيبقى يدقدق ويهرس في لي سومال ديالو باش يعاود يقدم ويدخل للاخر؟ ما غاتجيش، فغيخرج على راسه وغيخرج على واحد اخر. وهذا اكبر اشكال تيوقع. اقرا والله يجازيكم بخير البلان دارشي مزيان قبل ما تبدا فيه، باش من بعد ايفيتي انه يكون ما يمكنش الارشيتكت يعطيك ما يعطيكش لي نيفو انتخ لي دال. لي نيفو انتخ لي دال تتاخذهم من بلون دو كوب، وبعض الخطرات راه تيكون كاتبهم تف لي في اون بلون، كيكتب لك مثلا بليس كدا بليس كدا. هنا ما كاينش، ولكن هنا راه غتاخذهم من هنا. ها لي نيفو ديال لاوتور سو بلافوند، وهذه راه تتاخذهم من عند تتاخذهم من لي بلون دو كوب. الا ما عطاهمش لك راه خصك تطلبهم اخي، لان هاد الدوني هذا مهم، ما يمكنش نتايا تجتهد فيه. صافي خويا عزيز، قلت لك ما يمكنش لا اوتور سو بلافون تجتهد فيه. لا اوتور سو بلافون ولا اونتخ لي دار راه تيعطيه لك لارشيتيكت، ومن الضروري من الضروري انه هو اللي يعطيه لك، سينو راه غدير شي كارثة في داك البلو. نكمل باش ما نطولوش هاد النقطة هادي. قلنا بأن خصك تقرا بلون دار شي مزيان قبل ما تبدا البلون، قبل ما تبدا في لي بلون دو كونسيبسيون، ولا قبل ما تبدا الكونسيبسيون ديالك. واخا اللي تيهم الناس هنايا دابا هو أننا نبداو في الكونسيبسيون، أنا عارف كلشي باغي يبدا في الكونسيبسيون. واخا شد لي بلون دار شي ديالك كاملين، واخا الفونداسيون ما عندي ما ندير بيها، في الآخر غادي نحيدها. هاد البلون هذا غنشرحو ليكم ساعتين في 3 سوايع في 4 سوايع، ولكن ملي غادي تخدم نتايا ان شاء الله ملي غاتفهم غاتولي تخدمو في ساعة، ما غيبقاش يشد لك الوقت. المهم هو تفهم، فهم قبل ما تخدم، غيتفهم غيولي كلشي ساهل. كونسيبسيون راه ساهلة، مكاينش شي حاجة صعيبة، و تا كونسيبسيون غتكون بالنسبة ليك مشكلة. والله العظيم لا بعض لي كونسيبسيون تيجوني من أصعب ما يكون، من قوة ما خدمت بروجيات بزاف ما بقاوش بعد الخطر ما بقيتش كاع تنبغي نرجع للبلون دارشي لارشيتاكت، او نقول له لا حق هادي ما جاتنيش، تنخدمو كما هو. وهاد لي تريك وهاد لي زاستيس وهاد المهارات تتعلمها، ماشي غتعلمها بين يوم وليله، تتعلمها بطريقه واحده. شنو هي؟ كل ما خدمتي اكثر، كل ما خدمتي بروجيات اكثر غادي تتعلم. خدم بروجي اليوم وغدا وبعد غدا، الطريقة الوحيدة باش تتعلم كونسيبسيون هو انك تخدم بروجيات بزاف، وحاول ما امكن انك تشيل بروجيات صعاب ومعقدين، هادوك هما اللي غادي تتعلم فيهم. اير بليس دو اير بليس تروا فيلا صغيرة كدا، هادوك الشيء غتعلم فيه دي كونسيبسيون هاكا على قد الحال ممكن اي واحد يديرها. كل ما خدمتي بروجيات معقدين وجرجروك مزيان وحمقوك ولقيتي راسك واحد اللحظة مدخل راسك في ليكرا، غتعرف راسك راك تتعلم كونسيبسيون. اما لو كانت كونسيبسيون عام بحال الاير بليز دو بحال هادي ولا شي حاجة، هادشي راه ساهل. بدا بالساهل ومن بعد ننتقل للصعيب. عمرك ما تبدا بالصعيب لان ديك الساعة عايمة ربك وما تقدرش تفهم. داكور،
الواخر كما قلت لكم، ها البلون دارشي عندنا رديناه بالمتر باش نقدر نخدم عليه، لانه انا تنخدم بالمتر، بالنسبه للي تيخدم بالسنتيمتر ولا بالمليمتر الله يسهل عليه، حتى هو يقدر يخدم بهم. فمني غتشدو غتكوبي هنايا غتحطو هنا، عندي دوز ايطاج، الوغ هنا عندي برومي والدوزيام بحال بحال كورون، وهنا عندي الغيتشوسي بحديتو. تتعرفوا بان الناس في الاركيتكتور تيبداو بالتحت وما طالع الفوق، يعني تيبداو بالغيتشوسي تيديسيني هو الاول، شويه تيطلعوا البروميير ايطاج، شويه تيطلعوا للدوزيام ايطاج، وتيديروا لي كوب ديالهم الى اخره الى اخره. حنا في البيتو ارمي تنديروا العكس، تنبداو من الفوق وتنهبطوا لتحت. علاش؟ باش ما يوقعش لنا مشكل، باش ملي تنحطوا مثلا تنديروا كونسيبسيون ديال لي بوطون، ملي تنحطوا البوطو تنحطوه الفوق، وحنا منزلين لي زيتاج اللي هما لتحت، وعندنا منزلين لتحت تتنوصلوا ليه. غير من الغريب انك تسمع بعض الخطوات، ان تيجي شي واحد مثلا من شونتي تيقول لك واعطيني دابا غير الفونداسيون الله يرحم الوالدين، وانت تتكمل داك الشيء، ما تعرفش بان الفونداسيون راه هي اخر حاجه تتصايب، لانك لا عطيتي الفونداسيون صافي دير راك ساليتي البلان ديالك، ما بقى فيك حتى شي حاجه. واخ حطينا البلان ديالنا، عندنا غير غيت شوسي، وعندنا بروميير اي دوزيام ايطاج، ما عندناش شي حاجه واحده اخرى. شنو عندنا؟ عندنا التيراس. التيراس راه تشوفوا انه صغير، هو صافي انه كان مخدوم بواحد لي شيل مختلف على لي شيل ديال لي زيتاج الاخرين، فهذا كان على ان سيغ سيكونت على ما اظن، هو راه باين على ان سيغ سيكونت، وهذا على سونتيم. فهذا غنحاولو نكبرو التيراس باش نخليوه بحالو بحال لي زيتاج الاخرين، لانه صغير شويه. بلون تيراس الشباب هو هذا. وهنا تتشوفوا ديك القضيه اللي قلت لكم قبيله ديال لي فوازان، فتتشوفوا لو 42 لو 44، بمعنى انه راه كاينه واحد حيت البقعه الارضيه تتسمى بلي لو. وهاد السيد هذا راه يعني المحيط ديالو كامل عامر بالجيران، عنده جيران من هاد الجهه، هذا من اليسار ومن اليمين، وعنده جيران في الظهر ديالو، عليها دار واحد السيرفيتيد، ها هو تتشوفوه دار واحد السيرفيتيد، من الضروري يدار لانه واجهه ما بين الجيران، هالي لون اللي عنده تبينه لانه السيد دايرا به الجيران. لو غناخدو هاد البلون ديال التيراس و غادي نحطوه حتى هو، وغادي نكبروه بنفس الطريقة اللي كبرنا لي بلون الاخرين او صغرنا لي بلون الاخرين، هذا غنكبروه. هنا غالبا هنايا كما شفنا قبيله راه عندنا 25 سنتيمتر، نزيدو نتأكدو منها باش ما نديروش شي حاجة مشيت عليها. إذا 13 هي النص ديال هنا، راه ماشي 13 غالبا، لا درت شي بريسيزيون راه تلقاها 12.5، هي النص ديال 25 سنتيم. بريسيزيون شتي هي 12.5، هي النص ديال 25 سنتيم. ما فهمتكش اخويا، كيفاش شنو سميت ليكستونسيون ديال لي فيراياج اللي داير؟ ما فهمتكش، عاود شرح لي مزيان. داكور، نكبرو هادي، نديرو اغ كيما قلنا قبيله، اش اغ اونتخي، ناخدو واحد البوان منين ما خديناه هنايا، يعني من هنا مثلا، وناخدو البوان الثانيه، ونكتبو 0.5 غيكبر، هاهو كبر، غيولي قد خوتو. وغادي نزيدو حدا خوتو هنا. علاش تناخد التراس؟ لان التراس هو الغطا ديال التروازيام ايطاج ولا الدوزيام ايطاج، هو الغطا ديالو هو التراس، الغطا ديال بروميير ايطاج هو الدوزيام ايطاج، الغطا ديال الغيت شوسي هو البروميير ايطاج. الوغ الغطا تنقصد بيه الدار، واخا سيدي كمل. فعلاش تنحطهم انا هنايا؟ علاش خديت التراس رغم انه وقتها عيب، باش نشوف لي ليميت ديال الضاله عندي. فتتشوفوا هنا ان لي ليميت ديال الضاله، الغطا ديال الدوزيام ايطاج غيكون هو هذا. نديروا بواحد الكولور واحد اخر باش يبان لكم، باش غير يعطيني، حيت بعض الخطرات انا نقول لكم بعض الخطرات شي تراس تيكون مثلا نديسينو بعد هاد الليميت اللي عندنا ديجا حنايا، هاد الليميت هذا ديال الضاله اللي غيجي هاكا ويجي هاكا. انا تنديسيني بالاحمر باش تشوفوا، هذا هو الغطا ديال الدوزيام ايطاج، هذا هو الغطا ديال هذا هو الغطا، هاد الغطا هذا الى كوب الى درت له واحد كوبي وخديت واحد بوان ريفيرونس اللي هي هادي طق، الوغ شوف كي جا نيشان معاه، اذا هذا هو الغطا ديالو. كاين شي خريجه هنايا ديال البالكون ماشي اشكال، ولكن هذا هو الغطا ديالو.
داكور بعد الخطوات بعد الخطوات، علاش انا خديت البلون ديال التراس بعد الخطوات؟ تتلقى مثلا في التراس الناس هو خارج مثلا بورتافون بحال هكا، فهمتيني؟ خارج بورتافون بحال هكا، مثلا هذا الحيط اللي تتشوفونه خارج سال على برا. فانا ملي تنجي ندير الغطا ديال هذا راه خصني ناخذ بعين الاعتبار بان هذا راه خارج. ملي تنكوبي مثلا الى حيدت هذا، ملي تنكوبي هذا حنا عينا نفرض قلنا بان مثلا هذا خارج تاعنا، كي غنقدر نعرف بان ملي غنجي ندير الضاله ديال هذا راه خصها تخرج هكا، نعرفها من التيراس. او التيراس مهم، من الضروري خصنا نطلعوا على التيراس، شحال من واحد راه تينسى بانه يخدم على التيراس. فتنكوبي تلقى بان فوالا راه كاينه واحد الضاله هنا لوطا، هذه راه خصها حتى هي الضاله، باش ما ننساهاش في الضاله ديال دوزيام ايطاج. داكور، هذه واحد القضيه مهمه واحد اخرى. واخا ها البلون دارشي ديالنا حطيتهم، ها البلون تيراس، ها البلون ديال بروميير دوزيام ايطاج ارشي، وها البلون ديال الريتشوسي. شنو غادي ندير من بعد؟ عندي جوج الحاجات، اما غادي نكريي هذا اون بلوك ونعطيه واحد السميه نقول له فوالا هذا راه بروميير ودوزيام ايطاج وهذا راه ريتشوسي، اما غادي ندخلهم كاملين في كارك ونسميه كارك ارشي. وشنو الهدف من هادشي هذا كامل؟ مرحبا خويا زهير، شرفتينا اخي زهير، بارك الله سي زهير، راه قديم في الدومين وما شاء الله عليه، هو مشرفنا اليوم هنا. داكو كما قلت لكم، اما غادي نكري واحد البلوك بحديتو وندخلو فيه ونسميه مثلا هذا بروميير دوزيام ايطاج وهذا نسميه غي تشوسي، اما غادي ندخلهم كاملين في كارك واحد ونسميه ارشي. علاش هادشي هذا كامل؟ غير باش ناكتيفيه ونديزاكتيفيه كيما بغيت، او نكاشيه ونافيشيه كيما بغيت. علاش؟ حيت بعض الخطرات نحط لي بوطون ونبغي نحيدو، نحيد البلون دارشي نشوف لي بوطون كيفاش جاوني وعاد نعاود نخدم على البلون دارشي. من الاحسن الا جيتي تخدم واحد البلون بيتو ارمي، ديما خلي لي بلون دارشي لتحت باش هذاك الشيء اللي غتحطو غيبان لك. حطيتي بوطو هنا كوبيتي هنا غتشوفو فين غادي يجيك، هذا هو الهدف. هذا راه اغ بليس دو ساهل، لان ما فيش بزاف المتاعب، كل شيء فوق بعضياته. ولكن بعض الخطرات راه ممكن دير مثلا هنايا، مثلا هنا بوطو في الاخر تجي لتحت تلقاه داير لك صالون كبير تاع هنا، ويقدر هذا البوطو ما يخدمش لك. شكون اللي غيبينها لك؟ غيبينوها لك لي بلون دارشي، او دي خصك تخدم ضروري من فوق لي بلون دارشي باش تسالي على المساله. واضح هاد النقطه هادي الشباب؟ كملوا. كما قلت لكم بجوج طرق، اما كريو بلوك اما نديرو اما نديرو كارك. نوريكم الطريقه الاولى هي عن كريو بلوك مثلا كيفاش غنسيليكسيوني هاد الدسان كامل. غنمشي واحد اللعيبه هاي هنا تلقاوها لتحت سميتها كريي بلوك، كليك عليها، غتكليك عليها تعطيك هاد الخانه هادي، غيقول لك عطيني لونون ديال هاد البلوك هذا اللي بغيتي ديره. شنو هو بلوك الشباب؟ بلوك هو انه كاع الديسان اللي كاينه هنايا غيولي كله مجموع في ديسان واحد. اون فوا غتكليكي عليه غيدي غيسيليكسيوني لك كلشي. نرجع قبل ما نديرو كري بلوك، مثلا انا لا كليكيت على هاد لالين، تعطيني هاد لالين بحديتو، كليكيت على هذا بحديتو، مثلا كليكيت على التكست، التكست بحديتو، يعني كل حاجه مفرقه هنايا. مي تنكريكي كري بلوك تيتجمع الديسان كله في ديسان، يعني الا كليكيت اي بوان هنايا تيسيليكسيوني كاع الديسان كامل. نعاودو نرجعو ليها كري بلوك، بغيتي تسيليكسيوني قبل بغيتي تسيليكسيوني من بعد. هنايا شوا لوبجي هو بغيتي تسيليكسيونيها وترجع كليكي ادغوات وترجع. نعاودو سيليكسيوني تو كري بلوك، كيعطيك هادي تيقول لك عطيني لونون ديالو، هذا البرومي والدوزيام ايطاج. نقول له هذا راه برومي اي دوزيام ايطاج، راه يقول لك هنايا الله يرحم الوالدين وريني واحد البوان اللي مبقى نشد لك منها هاد الديسان، واش لتحت واش الفوق واش من الوسط واش كدا. هادي حاجة ماشي مهمة، ولكن المهم نقول له فوالا انا عرفت شنو دير، انا شدوا لي يا سيدي ديما خد لي هاد من هاد البوان صافي. يقول لك شنو؟ اوكي اوكي، لي زوبسيون الاخرى ما عندكم ما ديروا بهم هاد الساعة. لاحظوا معايا اون فوا تنسيليكسوني تيسيليكسوني لي الديسان كامل، مبقاتش كل حاجة بحديتها. داكوغ، باينة هاد النقطة هادي واضحة. سيليكسيون الديسان كامل، بغيت نديبلاسي هات كامل ديبلاس شي غير وحدة. ارجع الحالة الثانية، هذه الحالة درنا بالكري بلوك، هذا سميه غير بروميير دوزيام ايطاج. نفس الشيء دير لهاد البلوك، هذا سميه غير تشوسي، تا هو سيليكسيونيه كامل كري بلوك طق طق، ها هو سهل. الحالة الثانية، اما غنخدم بهاد الطريقة، اما شنو غندير؟ غنمشي لهنا الفوق وغن على جيري لي كالك وغنكري واحد الكالك جديد، غنقول له نوفو كالك، نقول له الله يرحم الوالدين هاد الكالك هذا سميه ليا بلون دارشي.
باش يجمع ليا كاع لي بلون دارشي. فوالا سمي ليا بلون دارشي صافي. وتقدر تختار لو كولور كدا، المهم ما تيهمش، لان البلون دارشي ما تيهمنيش في النهايه. اللي تيهمني منه هو يبقى البلون دارشي كامل، ونعرف ناكتيفيه ولا نديزاكتيفيه كيما بغيت، ولا نافيشيه ولا نكاشيه كيما بغيت. كل اونتري اونتري صافي، الله يرحم الوالدين. تنخرج تلقى انه هاد الديسان غنسيليكسيوني كامل، وغنمشي وندير بي باش نقلب عليه بلون دارشي هانيا، ونقول له دخله في بلون دارشي. فوالا دابا، و حتى هذا ممكن ندخلوه في بلون دارشي لو بغيت، واخا هو اون بلوك ممكن ندخلوه في بلون دارشي. بلون دارشي الكالكي اللي سميتو بلون دارشي. واخا شوف معايا دابا، انا دابا بغيت نديزاكتيفي هذا. انا درت شي بوطوهات، خربقت شي تخربيقه، وقلت له صافي هذا مابقى عندي ما ندير به، الله يرحم الوالدين غيكاشيه. تنمشي انا وتنبرك على هاد البوله هادي، تنطفي نقول له بارك. تلاحظوا بان هاد بان الديسا ما مشاش، وهايلي وحنا درنا الخدمه كامله وفي الاخر هاد الديسا ما مشاش بحالو. اذا شي حاجه صافا تما، ما كاين حتى شي حاجه صافا با، غير المشكل اللي وقع هو انني ديزاكتيفيتو وانا ديجا خدام فيه، يعني نفس الكارك. نتوما تتشوفوا الا جيت نديسيني لين، هو بقى ليا في بلون دارشي. اللي غادي دير في هاد الحاله هو انك غتمشي وغتختار واحد الكارك واحد اخر اللي هو زيرو، وتقول له راه فوالا، تضحك عليه قول له رانا خدام فيه، وغيبقى هذا مأكتيفي. وغتمشي لداك بلون دارشي بلان وتقول له طفي لي حتى هادي. ماشي مازال ما حيدتهاش. طن طن ونمشي ونقول له بلون دارشي، قلب لك بلون دارشي ها هي، ونقول له طفي الله يرحم الوالدين، انها هو طفى. شوفوا دابا شنو غيوقع، مشات باينة، تنظن باينة. ارماكاد اخويا، ارماكاد خويا الطاهري، ارماكاد ماشي اكستونس، لوجيسيال تقدر تقول اكستونس، ولكن لوجيسيال تيتباع بحديث. ناخ ارجو نعاودو نمشيو لبلون دارشي، نعاودو نأكتيفيو بلون دارشي، ها البلون دارشي ديالنا. وقلتلكم هادشي هذا تنديرو، كريت هذا لو بغيتي تكري كارك باش ميبقاش داك شابلين بحديتو، نديرلو ديك اللعبة ديال كري كارك، سميه غيت شوسي، سميه غيت شوسي، وقولو سبيسيفي واحد البوان الله يرحم الوالدين، عطيه لنا من هاد البوان هادي، وصافي. هاهو دابا شتي هاد سميتو هذا، هاد لي دو بلون. واحد اللحظة كنت خدام ودرت ليهم سيبريمي ونسيتهم وما قدرتش كيفاش نرجعهم. وغنجي هنايا غنقول له عطيني واحد الكالك، واحد البلوك راه سميتو ارشي، راه ديجا خبيتو عندك الله يرحم الوالدين، وقول لي فين هو، ها هو جابهولك شتي، ها هو حطيتو. قول له عاوتاني راه مازال عندك الله يرحم الوالدين واحد البلوك واحد اخر سميتو بخومي دوزيام ايطاج، راه كاع لي بلوك غادي تلقاهم هنايا. بومي دوزيام ايطاج ها هو، انا درت عليه واحد القاري، قلو تا هو الله يرحم الحمد والدي رجع، او رجع ليكم صافي. وهادو مجوجهم وغنديروهم في بلون دارشي باش ناكتيفيهم ونديزاكتيفيهم ولا نافيشيهم ونكاشيهم كيما بغيت. واضحة هاد النقطة هي كلشي. ندوزو لحاجة واحدة اخرى، حطيت لي بلون دارشي، اول حاجة رجعتهم حاجه ما درتهاش الشباب، شنو هي؟ هي انني ما اونغوجيستريتش الفيديو في بانديكا. شي مشكل شي مشكل باش يتسجل او ميم طون مع لا بانديك، باش تلا جات الكاليتي ديال الفيديو عيانة ديك الساعة. حطينا لي بلون دارشي ديالنا، اول حاجة غادي نديرو قرينا لي بلون ديالنا، رديناه بالمتخ لاننا حنا تنخدمو بالمتخ، صغرناهم حطيناهم قدامنا، كريناهم بلوك، درناهم في واحد الكالك باش ناكتيفيوهم ونديزاكتيفيهم ولا نافيشيهم ونكاشيهم كيما بغيت. ملي حطيتهم جات دابا من بعد ما قريت البلون ديالي وقديتو صيد، جات الوقيته ديال نبدا نحط لي بوطو ديالي.
كيما درت هاد لي بلون دارشي في كالك واحد، دابا شنو غادي ندير؟ غندير كاع لي بوطو في كالك واحد، باش تا بغيت عاوتاني نفس الطريقة، بغيت نافيشيهم نافيشيهم، بغيت نحيدهم نحيدهم، بغيت نسيليكسيونيهم كاملين نسيليكسيونيهم كاملين. فهادشي اللي غيسهل ليا المأمورية ديال هادشي هذا هو أنني نديرهم في كالك واحد. أول حاجة غنمشي نديسيني البوطو، البوطو بروفيزوار غندير فيه 30 على 30. تتعرفوا في لي بوطو الشباب، حنا في الار بي اس راه البوطو المينيموم ديالو خصو يكون فيه 25 سنتيم على 25 سنتيم، اقل من 25 سنتيم على 25 سنتيم ما دايش ما خدامش. اللي تيقول لك دير لي بوطو في 20 سنتيم راه ما خدامش، ما خدامش الار بي اس ما خدامش. من بعد الزلزال ديال الحسيمة خرج قانون على انه لي بوطو خاصهم يكون فيهم 25 25، مينيموم ديالهم هو 25 سنتيمتر ولا 25 سنتيمتر لا اقل، كتر اه قل لا. إذا كنتي غدير له 20 سنتيمتر ديرو له فوال، يعني بمعنى غيكون فيه 20 سنتيمتر في اللارجور ديالو، ولكن في لا لونغور ديالو غيكون فيه أكثر من 20 سنتيمتر. فهمتوني؟ فوال، الفرق ما بين الفوال وما بين البوطو. غنمشي نكريي لي بوطو، غندير واحد الكاري، كيفاش غنديسيني؟ غيكون فيه 30 على 30 بروفيزوار، بروفيزوار. من بعد عاد غنكالكيلي لي بوطو، كل بوطو غنعطيه لي ديمونسيون ديالو سويفون لي شارج لي هاز. كل بوطو غيكون، وغالبا انا تنأكد لكم ان هاد لي بوطو اللي غيكونوا هنايا لي بار ديالهم ما غيكونش فايت 30 على 30، لان في ار بليس دو ما هزاش لي شارج بزاف. ومع ذلك كري لي بوطو ديالك، ديرهم بروفيزوار 30 على 30، وفي الكالكيل ديك الساعات شوف شحال هيعطيك. يلا كليكي على كادر، واحد كادر ولا كاري ولا الو، كليكي على ريكتونجل، ريكتونجل داكور، كليكي على ريكتونجل، كليكي بوان الاولى وجرها لتحت، تعطيك واحد الاختيارات اللي تحت راه مكتوبة، ديما حاولي تقراو داكشي اللي مكتوب لتحت. مكتوب ثلاثة الاختيارات، اما اير اما كوت اما روتاسيون، وكل اختيار كل هادي عنده واحد الحرف بالزرق في الاول ديالو، تكتب عليه داك الحرف اونتخي سافوار دير بحال اختاريتي هذاك هذاك الكوموند. انا خصني لي كوت، عندي لو غي سي اونتخي، فوالا غيقول لي هاد البوطو هذا شحال فيه لا لونغور، نقول له فيه 0 30، حيت انا خدام خدام بالمير 0.30 اونتخي. يقول لي شحال فيه في لارجو، نقول له 0.30 اوكي صافي. ها هو الكاري ديالي فيه 30 على 30 سنتيمتر، يعني 0.30 على 0.30 داكور. ها بوطو من بعد غندير له واحد ليزارشيغ، وهاد ليزارشيغ غيكونو سوليد، ليزارشيغ بروفيزوار. ديك الساعة نديطاييو نديطاييو مزيان في شاك كوموند. كان واحد الولد مسكين راه داير معاكم ان شاء الله في الجروب نيت واحد الفورماسيون في الاوتوكاد، اللي غي يخدم معاكم معايا هادشي هذا، شاك كوموند غيخدمو معاكم اون ديتاي، غيشد لين غيشد هادي. راه بدا واحد الفيديوهات في الاول واخا قلال شي شوية، لكن من بعد راه غيبقى يسجل لكم فيديوهات ويلونسيهم باش يعلمكم كل كوموند شنو تيدير. هنا الهدف ماشي نوريكم لي كوموند، ولكن الهدف هو نوريكم ديرو كونسيبسيون ديال لي بلون بيتو ارمي، لي بلون دو كوفراج وفراياج، ديروا واحد الكونسيبسيون ديال واحد البلون كوفراج باش توجدوه توجدوه تخدموا ليه البلون فراياج ديالو. داكور، راه خدمنا كريينا بوطو، درنا فيه 30 على 30، دابا غندير له لي زارشيغ ديالو. لي زارشيغ ديال البوطو ديروهم سوليد ولا ديروهم اشيري. هنا عندي واحد ليكزومبل ديجا خدمتو، غنحاولو نمشيو عليه، ديال واحد البروجي ديجا خدمتو قديم، غنحاولو نمشيو على نفس ستيل. من بعد راه تتولي عندك طريقة خاصة كيفاش تخدم، كيفاش تخدم لي بلون ديالك، ومن الأحسن تكون متميز فيها، ومن الأحسن دير شي بلون عاطي العين لأن ذوق تبيع، و المهم تا يكون عامر بلي ديتاي وواضح وباين وكل حاجة في بليصة ديالها. غنمشيو هنا لي بوطون تتشوفو أشيري بالزرق، تقدر ديرهم اشيري هكا انكليني بهاد لي زاشيغ، تقدر ديرهم سوليد. ناخدو هاد البوطو هذا، من بعد يا شباب هادشي هذا كامل ما تبقاش ديرو. علاش؟ لان غتكون عندك ديجا واحد البلون ديجا خدمتيه، فغتبقى غي كوبي كولي وتخدم بنفس بنفس لي زاشيغ، بنفس ستيل دو تيكست، بنفس كلشي، ما تعاودوش دو فوا. ربما غديرو غير مرة وحدة، والمرة التانية ما تبقاش ديرو، لان غتبقى تخدم على ديجا شي حاجة ديجا خدمتيها، غتشد بلون واحد اخر وغتخدم عليه. غنحاول انا تنوريكم كيفاش، لان غالبا كنت ما نكرييش كاع نجيب هذا ونخدم، لكن انا غير تنوريكم كيفاش نكريي بوطو من جديد. ما علينا،
10 سنين هذا الكادر غنديرو له لي زاشيغ ديالو. لي زاشيغ ديالو غتكليكي على كوموند اشيغ يعطيك لي زاشيغ هنايا، تحاول تختار لي زاشيغ هادو، اما تختار هادو واما تختار سوليد. سوليد بحال هكا يعني بلان سوليد. هانتوما كتشوف كيفاش غيجي هكا، او تختاروا انكلين، نمشيو على هاد الستيل اللي ديجا انا خدام به واختاروا انكلين. غتلقاهم كاع لي تيب ديال لي زاشيغ شباب، غتلقاهم هنايا. ما عجبكش هذاك ديال اللي يعجبك اي حاجه، غير المهم يكون منطقي، لان كاين لي زاشيغ مثلا ديال البيطون تشي ديرو انت في البوطو ولا ما عرفتش. المهم كاين لي زاشيغ ديال الريفيتمون مثلا ديال الصول مثلا هذا، وما عنده حتى شي معنى تجي انت دير له هاد البوطو بهاد لي زاشيغ هادو، يعني غيبانوش دابا، ولكن المهم عندها حتى شي معنى تجيب له انت واحد البوطو دايرها هكا هكا هكا. ولا واخ نو بوطو تجيبو بالبريك مثلا، حيت كاينه لي زاشيغ ديال البريك ما عندها حتى شي معنى. بوطو بيطو ارمي وانت داير له البريك لوست، لي زاشيغ غيكونوا منطقيين والسلام. اما ديرهم سوليد ولا اشيري ولا انكليني ولا اي حاجه. داكو مشيو انسي طاني كليكي اونتري. ها لي زاشيغ هما عطاوني، بانو لي هاد لي زاشيغ انا كبار بزاف، صغر ليهم لي شيل ديالهم. كليكي دوفو عليه عيعطيك لي شيل، دير 0.5 شوف شنو عيعطيك. باقي كبار دير 0.3 شوف مزيان صافي. واخا هاد البوطو هذا راه في كالك زيرو، ولكن انا بغيتو يكون في كالك بوحديتو. نمشي للجيستيونير ديال لي كالك، نجيري واحد الكالك ندير نوفو كالك ونسمي هاد الكالك بوطو بي او تي. بي او تي هذا راه البوطو ديالنا حنايا، ما تعطيه لا لون لا، لو بغيتي تعطيه شي كولور مثلا انا عندي ديجا بالخضر، ولا فوالا هو واحد اللون ديالو هو الخضر. اونتري دو فوا اي دو سيليكسيوني هاد البوطو اللي ديجا خدمتي، قلب على داك الكالك اللي سميتو بوطو ديال ريبي، غيمشي لو نيشان تقريبا كاع الكالك اللي تيبداو بي غيبانولك. ها هو بالخضر كليكي عليه، هنايا ما تبدلش اللون ديالو لان مازال انا خدام بالاحمر. كليك على الكولور، قول له الكولور ديال الكارك باش يمشي للكولور الكارك نيشان. فوالا ها البوطو ديالنا واضح الشباب. لي زاشيغ ما متشابهينش ماشي مشكل، من الاحسن يجي هاك، لان هاد لي زاشيغ ملي غتجي تيرا غيبان بحال لا سوليد. هاد لي زاشيغ اللي تتشوف هاكا ملي غيجي تيرا في الاطروا يبان لك بحال لا سوليد، بار كونتر هذا غيبان لك داك الفراغات ما بين ليلي. داكور فهمنا. ديليت لا سيليكسيوني، درتي لا سيليكسيوني غتلقاه ديسيني في بوطو. شنو غتلقى بان هاد البوطو هذا فيه لي زاشيغ وفيه داك الكاري، ولكن انا علاش غيجيني هاد البوطو هذا فيه دولي؟ انا بغيت نسيليكسيوني، خصني نسيليكسيوني هادي وهادي، وربما بعد الخطرات المهم كوبي تكوبي لي هذا. حل سهل، خيي كالك كيما كريتي كالك قبيله باش يتسيليكسيوني كامل، سمي بوطو دير لو ريبي بيان او سيليكسيوني يعني. واش هو لوبجي ديالك ديال هاد البوطو؟ قول له اونتخي صافي، قول له الله يرحم الوالدين بلا ما تسبيسيفي ليا تا بوان صافي، عا خليه وصافي شنطان وهاو هاو البوطو هاو الكالك وصافي. ها انت كريتي البوطو، ولا بغيتي ديزاكتيفي، الا بغيتي ديزاكتيفي قلب. انا عندي لي كالك بزاف حيت البلون دار شي هنا، ولكن ديك الساعه نتوما ملي غتخدمو ما يكونوش عندكم لي كالك كاملين. ولا ديزاكتيفي مثلا بغيتو يتخبى هو تخبى، بغيتي تاكتيفي سير له عاوتاني نيشان وقول له الله يرحم الوالدين هذاك البوطو اكتيفي وهي اكتيفي. داكور استراحة. اللي عنده شي سؤال الشباب يقول له. ثلاثة دقائق الشباب، ثلاثة دقائق من الحساب وغادي نرجع. اللي عنده شي سؤال يكتبون، غادي الساعة نكملوا البلان ديالنا.
داكور يعني نكملو. واش الصوت واضح؟ واش الصورة واضحة؟ واش الصوت واضح؟ واش الصورة واضحة؟ واش مني تنزومي ولا هادي، واش تتبان لكم الصورة مزيان ولا كاين شي مشكل؟ هاد البروجي انا ديجا اللي خدام فيه والله العظيم، راه مازال ما تخدمش، اول مره تيتخدم، هذا راه اول مره تيتخدم، وعاد يتخدموا له لي بلون بيتون ديالو. يعني دابا غير ديجا كنت غادي نخدم، فقلت ما فيها بس نشارك معاك. وماشي هو، ماشي هو نفس البروجي اللي لونسيت في الجروب اللي كنت غنخدمه معاكم السبت اللي فات. مرحبا خويا، تسناو غير الشباب يدخلوا. هاديش الإفادة تكون عامة الصراحة. فورماسيون راه هي فورماسيون في، ربما هي غير فرصة باش يتجمعوا الدراري ونعطيو بزاف المعلومات في بزاف الحاجات. الهدف ماشي هو انني نخدم معاكم واحد البلون بيتو ارمي ولا بلون كوفراج وفرياج غير هكاك السلام، ها شوف ولا غتحط هاد لانين هنا وغتحط هاد البلون هنا وغتحط هاد البوطو هنا والنورماي. راه ممكن هادشي هذا نديرو معاكم في نص ساعة، ممكن نديرو في ساعة، ندير نخدم بلون بيطارمي كامل، ولكن راه ما غتقشبل حتى شي حاجه. ومن بعد ملي غتجي انت تخدم واحد بلون بيطارمي ديالك، غتلقى راسك ما فاهم والو، غتلقى راسك ما تقدر دير حتى شي حاجه. لان ان فوا غيجيك شي حاجه بحال هذا اللي خدمت، راه تقدر تخدمه وتقدر ديباني، ولكن ان فوا غيجيك شي حاجه صعيبه غتبقى واحد. فالهدف من الفورماسيون هو انك تاخذ بزاف ديال المعلومات كيفاش تخدم، ماشي الهدف انني نوريك كوبي كولي كيفاش تخدم، ولكن الهدف ديال لا باز ديال الخدمة هو اللي تنعطي ليكم، ماشي غير تخدموا السلام. تخدموا السلام راه سهلة، الاوتوكاد راه ممكن تعلمو في نص ساعة. كاين الناس اللي تعرفوا يخدموا الاوتوكاد احسن مني، ممكن تشغل اليوتيوب ويعلمك الاوتوكاد احسن مني بلا ما تجي تضيع الوقت ديالك معايا هنا. ولكن الهدف ديال الفورماسيون هو انني نعطيك بزاف المعلومات في نفس الفيديو. ملي غتجي تخدم بلون بيتو ارمي غتخدمو وانت عارف علاش تتحط هادي وعلاش تتحط هادي، ماشي عايز تخدمو بالسهل. خاصك تكون عارف راسك كل حاجة حطيتيها علاش حطيتيها، لأن أي حاجة حطيتيها غتسول عليها. علاش أنا عم سيدي حطيتي داك البوطو تما؟ علاش ما درتيش بواحد؟ علاش بودر درتي فيها، دوزتيها من هنا وما دوزتيهاش من هنا؟ فما تاخدش داكشي عشوائي غير كوبي كولي، قالك دايز بوطو من بودر من هنا ندوزها أنا من هنا. كل حاجة عندها لي غيغل ديالها وعندها لي نورم ديالها علاش غتحط في واحد البلاصة. الهدف من الفيديو هو التعلم كيفاش دير كونسيبسيون. كيفاش دير كونسيبسيون خصك على الأقل تكون عندك واحد المعلومات بزاف في الأول، وعاد تيجيو دوك المهارات اللي تتكتسبهم من خلال شنو؟ من خلال الخدمة بزاف. عندك تخدم اليوم بروجي وغدا بروجي وبعدو بروجي، وبروجي على بروجي يكون صعب من الآخر، وكل ما تحطي في صعوبات كل ما غتعلم كونسيبسيون. من بعد غتولي عندك كونسيبسيون أسهل ما يكون. وديك الساعة أنا سيدي دوز لك الكالكيل ولا أناليز سيسميك، وكاين فورماسيون، كاين الشباب تبارك الله موجود في اليوتيوب يعلمك كيفاش تكالكيلي وكيفاش دير الفيريفيكاسيون ديبلاسمون وكيفاش تكالكيلي سيسميك. واخا المهم بروفيد غتعلم شي شوية من هنا ومن هنا، يعني ما تميتريزيش داك الشيء 100% لأن كاين ناس اختصاصيين بداك الشيء، ولكن كومون غادي معلومات على هذا الشيء. دابا منين كنشوفو البلانات لي ا اكس كل باش كيخدم، كاين اللي كيدير 0.10 وكاين اللي كيدير 0.125 مثلا. ما عرفتش واش فهمتي اش بغيت، والله خويا ما فهمتش، ما عرفتش 0.10 شنو علاقتها ب 0.12 ولا 12 ما عرفتش.
انا قبيله شرحت بانه البلان اما تيجيك بالمليمتر ولا تيجيك بالسنتيمتر ولا تيجيك بالمتر. وقلت لك غالبا بان الناس ديال لارشي غالبا تيخدموا اما بالسنتيمتر وغالبا تيخدموا بالسنتيمتر واحيانا بالمليمتر. ولي بلون اللي تيجيو بالمليمتر هما الناس اللي تيخدموا الميتال، هما اللي تيخدموا بالمليمتر بزاف. الناس ديال لارشي غالبا بزاف تيخدموا بالسنتيمتر، وهذا لا يمنع انه يخدموا بالمتر وبالمليمتر، ولكن نتايا سا ديبون باش تخدم. الا جاك البلون بالمليمتر وانت تخدم بالمتر، تخدم هاد اللعيبه اللي قلت لك، وانك تخدم داك الكوموند دي اشي لو ترد داك البلون ديالك تتردو بالمتر. سينو الناس اللي غيعطيك البلون، قول له الله يجازيك بخير ما فيها باس انك ملي تجي تصيفط ليا البلون صيفطو ليا بالمتر، وهو راه ساهل عنده في لاشيكار، فعاود ما غيكون ما غي اكسبورتيه بالمليمتر، راه اكسبورتيه بالمليمتر، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين. داكور، الوغ كريينا كالك ديال البوطون، كملنا كريينا كالك ديال البوطون. نجيو دابا ونبداو المرحلة الأولى من الكونسيبسيون، ما نحطو لي بوطون ديالنا. أول حاجة ملي غادي تحط البوطو ديالك، حاول تحطو في لي نيفو الفوقانيين وانت نازل، عمرك ما تبدا بلي نيفو التحنانيين وانت طالع، ديما بدا من الفوق وانت هابط. انت ما تتخدمش لارشي، انت تتخدم باتو ام، الوغ بدا بلي بوطو ديالك من الفوق وانت نازل. اوكي كوبي، غنشد هاد البوطو. اول حاجة غنبدا فيها ديما تنقولها في تتهضر لي على لي زاكس، هو دابا عاد فهمت ا اكس، انا قريتها ا اكس، واخا لي زاكس كاينه الناس اللي تدير زيرو ديس وكاينه. شوف لي زاكس، ما يخص لي زاكس، اول حاجه شنو هما لي زاكس؟ لي زاكس هما ديلين اللي تتحطهم باش الناس اللي مين تمشي شونتي يتراسي يحط دوك لي زاكس في التيران ديالو باش تعرف داك البوطو فين غادي يحطو. الو كاينه الناس اللي تتخدم بالسونتر، يعني مثلا البوطو، بوطو بحال هذا، وغنوصلو ليهم في الفونداسيون الصالح، ولكن ما فيها باش نعطيك هاي المعلومات شويه. كاين الناس اللي تتخدم بالسونتر، هذا هو السونتر ديال البوطو، فتدير لك اكس هنا وتدير لك اكس هنا، يعني في النص ديال البوطو من هنا ومن هنا، باش تيجي هو يحط لي زاكس ديالو، تيحط هاد اللاكس وتيحط هاد اللاكس، وتيجي اللوست ديالو تيكري تيديسيني هاد الكاري هذا بلي ديمونسيون ديالو، فتيمشي هنا ب 12 ونص وتيمشي هنا ب 12 ونص. علاش؟ حيت البوطو فيه 25، في هاد الحالة اللي عندي أنا غيمشي بكنز من هنا وبكنز من هنا، فتيتراسي البوطو ديالو، أو غالبا تيمشي بعض الخطرات بهاد بانكلين. هذا هو الهدف من الريزولتس. قلتي انت بعض الخطرات الناس راه تيجيبوه بديس، ممكن تجيبوه بديس، لأن انت لا عندك هاد البوان اللي غالبا تتكون في التيران، هاد البوان هادي، هاد البوان غالبا تتكون في التيران اللي تكون محددها لك الطوبوغراف وحاطها بلي بورن من هنا الفوق شويه وكذا، تتعرف هاد البوان ديالك هي معروفه، فتتاخد من هاد البوان ديالك هنايا تتاخد ديس، وتتاخد ديس من هنايا. فمش لي زاكس ماشي مشكل، ماشي مشكل تحطهم ديس. اللي مهم، اللي مهم هو انك تعطيه لي كوت، وانك تعطيه ان هاد اللاكس راه مبعد على هادي مثلا 11 سنتيمتر، حيت تتلقى من الصعوبة انك تاكسي قاع البوطوات، فهمتيني؟ مثلا انت عندك بوطو هنا وشوية لقيتي بان عندك بوطو هنا، وشوية لقيتي بان عندك بوطو هنا، راه بعض الخطرات تتوقع، شوية لقيتي بان عندك بوطو هنا، وبزاف لي بوطوات ميمكنش كل واحدة تاكسي في السونتر ديالها. فبعض الخطرات تتاكسي واحد، تتاكسي مثلا تتلقى بعض البوطوات، مثلا هاد البوطو هذا هذا مديكالي على هذا بشي حاجة بحال هكا، داكور؟ الوغ انت تدير مثلا اكس واحد هنا اللي غيجي هكا، مثلا باغ اكزومبل اكس واحد يجي هنا، وتتقول له فوالا هذا راه هو الاكس اللي خدام، راه المسافة من هنا حتى لهنا راه كذا وكذا، وهاد البوان راه معروفة، وهذا تتقول له فوالا انا راه جبتو في النص، راه غتعرف المسافة. المهم هو تكوطيلو باش يعرف كيفاش يحط دوك لي زاكس. كاين شاف شونتي معلمين اللي تيمشيو نيشان يحطو لي زاكس من بلون بيطارمي،
وكاين اللي تيقول لك فوالا انا باش ما نغامرش بداك البلان ديالي وباش ما يكونش دي زيرو، لان ايرور لتحت ولا ديكالا لي البوطو هنا ولا هنا، سيرتو ملي تيكون واحد البروجي اللي هو امبورطون ولا بروجي سونسيبل ولا شي بروجي كبير ولا كدا، راه تيجيبو الطوبوغراف هو اللي تاخد لهم لي زاكس ديالهم. وانا تنفضل هاد المسألة لان ما بقاش بصراحة، بصراحة ما بقاوش اللي شاف شونتي مجهدين اللي يقدر يحط لك سيرتو بروجيات كبار اللي يقدر يحط لك لي زاكس مضبوطين. و تا لي بيغوديتي تا حنا ما بقاوش الناس لي بيغوديتي اللي تعطيك كاع لي دوني وداكشي مقاد ومصايب. فمن الاحسن تنفضل انك تجيب توبوغرافو اللي يحط لك لي زاكس ديالك. واخا خويا، نتمنى نكون جاوبتك اخويا عزيز. الا كاين شي حاجه انا ما شفتها نكملوا الشباب. هذه يعني نقطه، نقطه اونتخ بارونتيز. وديك الساعة ملي غنوصلو للفونداسيون غنبداو نخدمو الفونداسيون غنهضرو على لي زاكس بالتفصيل الموضوع سي بريمي هادشي هدا. هو بدا تحط لي بوطو ديالك نعماسي، قولو أول حاجة غتبدا بيها هو لي كوان. ما يمكنش لي كوان ما يكونوش لي بوطو، ما يمكنش غيطلع بسميتو. ممكن بعض الحالات النادرة، ولكن قاع هاد الكوان هدا راه ضروري غيكون فيهم بوطو، ما يمكنش غتخليها خاوية. فاول حاجه غادي نبدا فيها واللي ما يكون فيها حتى شي اختلاف، حتى واحد ما يقول لك علاش حطيتي داك البوطو تما، نبدا بليكوان. حط بوطو هنا، نمشي هنا كوبي، ندي بلاصي هاد البوطو تا هو هنا في هاد الجنيب هدا، نحطو هنا، نمشي ناخد بوطو واحد اخر عاوتاني هنا ونحطو هنا هاد البليصه. واخا اوكي، نقول له بوطو تجيبو لي عاوتاني هنا في هاد الكوان ونحطو هنا الكون. اكون هاهم البوطو ديال اللي كون حطيناه. تيبان لي هنايا لانه هاد بلاصه اليني مع البلاصه، وهاد البلاصه تتبان اليني مع البلاصه، وهادي بلاصه فيها الدروج، فما فيها باش نحط البوطو تما. وتا واحد ما يقول لي علاش حطيتي البوطو تما، وغنشوف ديك الساعه واش غيخدموا لي لتحت ولا نخدم. غالبا غيخدموا بطبيعه الحال، هادي راه ما فيهاش شك. الو سيليكسيوني، ديبلاسي الفوق شي شويه باش يجي هنا، و هذا نمشي نيشان ونحطو هنا. ومن الاحسن تجيبو تشيعه معاه كيما قال الاخ. وباش تجيبو تشيعه معاه تخدم واحد الكوموند اللي سميتو اورتو، اللي ديجا بينو لكم الدري جو كخوا في الفيديو اللي شفت الفورماسيون ديالو. اورتو هو اللي تيخلي الحاجه اما تشي اليني او انها تبقى تتحكم فيها كيما بغيت. انا ديجا مأكتيفيها اللي هي هادي، غتلقاوها هاد العلامه هادي، راه هي بإف ويت، إما كليكي لها إف ويت من كلافي نيشان سميتها أورتو مود، أو كليك عليها نيشان من هنا فغتلقاو بأن البوطو شوف كيلعب كيما بغيت، أو تكليك عليها فإما غيمشي هاكا أليني الفوق ولا غيمشي أليني لتحت. حط البوطو هنا وتا واحد ما يقول لي شي حاجة. من الأحسن تجيبو البوطو وتا الشباب أليني مع بعضياتهم. بزاف امتيازات شنو هي؟ بحال دابا مثلا تتسهل على الناس اللي غيخدمو الكوفراج، اللي غيخدمو تتسهل عليهم في الشونتي، ما تبقاش غير تحط البوطو كل بوطو جايب في السما. تتسهل حتى على راسك نتايا، ما غيكونوش عندك بزاف الكالكيل، ما غتبقاش تكالكيلي هاد البوطو بوحديتو هاد البوطو بوحديتو، ما غتبقاش تكالكيلي لي بوطر غيجيوك بزاف. غتسهل حتى على مول الشيء انه ما غيجيوكش لي بوطر بزاف اللي ما عندهم حتى شي فائده، ما غيجيوكش لي بوطو بزاف اللي ما عندهم حتى شي فائده. اقتصاديا اللي هو اهم حاجه تتهم في اي كونسيبسيون، فمن الاحسن انك تجيبهم اليني. واخا غناخد هاد البوطو وهاد البوطو، تيبان لي بانني ممكن نحطهم في واحد البليصه هنا بانت ليا ماشي اشكال نحطهم هنا. شوف هاد البوطو جا هنا، ربما يخدم ربما ما يخدمش، جا داخل شي شويه في هاد البلاصه هادي. من الاحسن باش من هاد المساحة هادي اللي تكون فيها البينوار ولا معرفتش شنو سميت الباب، من الأحسن ديبلاسي شي شوية لتحت. بعض الخطرات غالبا تسير على الكونسيبسيون اللي داير لارشيتكت. لارشيتكت راه غالبا تيكونو حاطين ديب سيرتو لي زارشيتكت القدام. والله إلا بعض الخطرات تتشوف لي زارشيتكت القدام، ممكن انك تجي عمي عينيك وحط لي بوطو اللي حاطه هو وغيخدمو لك 100% مزيان.
وسيرتو في هاد الاير بليس دو الاير بليس 3، واحد الخطره تيحطوا لي بوطو دار البروج ديال اللي لارشيتيكت هو بيدو ما تيقدرش يحط لي بوطوات، تيدير بزاف وتيخلي لك نتايا، تخلي لك انت تاخذ هذه المساله، لان هي الصراحه هي المهمه ماشي ديال، هي المهمه ماشي ديال الارشيتكت يحط البوطوات، هي المهمه ديال، المهمه ديال البيرو دي تي. ولكن بعض الخطرات تيعطيك واحد البروبوزيسيون اللي تقدر تمشي عليها، فلا شتونا راه كاع البوطوات اللي حطيتهم هنا هما جايين مع لي بوطو ديال الارشيتكت، ولكن ماشي هو اللي تيحط الارشيتكت. الا مشيتي للشونتي وقال لك شي واحد لا حكا راه الارشيتكت حاط لي واحد البوطو هنا، قول له شوف لو دي تيد هو المسؤول على البوطوات ماشي الارشيتكت، فهمتي؟ الا في حالة ما اذا كان حاط الارشيتكت واحد البوطو ديكوراتيف اللي باغيه يكون زواقة بالنسبة ليه في الباتيمون. واحد بعض الخطرات تلقى واحد القضية دايرة بحال هكا، بعض الخطرات تيجيو بعض لي زارشيتكت تيجيو مثلا تكون عنده هادي تا هي مضالية، وتيجي تحط لك واحد البوطوات سيركيلار بحال هكا تيكونوا ديكوراتيف، تيقول لك حطهم ليا انا بغيتهم، تيجيوني ديكور هادو البوطوات ديكوراتيف ديرهم له، هذا هو ديرهم له بشكل ديرهم له، فهمتيني؟ وخدم بهم اومان تو ستريكتور ديالك. واخا غنحطو الشباب غير البوطوات اليوم، وان شاء الله غادي نكملو في شي فيديو واحد اخر بالديتاي وبالتفصيل. حطينا هاد غنحطوهم غير في نشوفو نحطوهم في البرومي والدوزيام، وديك الساعة نديهم الريتشوس. ما علينا. واخا بابا حبيبي راه حتى الوليد قال لي بارك من الخدمة. واخا واخا الشباب راه الشباب ندير وغنوقفو هنايا، حطينا هاد البطوات في الجناب وحطينا هاد البطوات في الجناب هما خدامين، وان شاء الله في الفيديو الماجي غنكملو الكونسيبسيون ديالنا. غتصبروا شي شوية مع هاد التعليق ديال الهضرة ديالي، غتصبروا شي شوية وغتسمعوا كتر ما غديسينيو، ومن بعد سيدي راه ما ديسيني راه تبقى ديسيني تطلع لك الديسان في راسك ما تبقاش عامل. المهم في الاول انا تنصحكم انكم تسمعوا سمعوا سمعوا وتغفلوا، ومن بعد كلشي تيجي ساهل. اسال الله لكم الصحة والسلامة، الله يعاون الجميع. غنقف هنا واتشي اللي كاينة الساعة اونغوجيستخيو، انا اللي خصني اونغوجيستخي ان اونغوجيستخيو، وديك الساعة نصيفط لكم هاد البلان دارشي باش تخدموا عليه، ومنين توصلوا لهاد المرحلة هادي غنكملوا الفيديوهات المجية ان شاء الله، باش نكملوا حطوا البوطوات الفيديوهات المجية، حطوا لي بوتر، حطوا لي دال، نساليو من لي بلونشي، ندوزو الفونداسيون، نحطوا لي بوطون، نحسبوا لي سومين نحطوهم، حطوا لي لون جرين، حطوا الدالاج، نساليو الفونداسيون، نديرو واحد الكالكيل كلاسيك شي حاجة بسيطة بروفيزوار، نحطوهم نديسينيو، نديرو لي طابلو اللي فيه لي سومير، نديرو لي ديتاي ديال الفونداسيون، لا كوب دايزا في لونغري، لا كوب دايزا في بوطو، لا كوب دايزا ما عرفتش فاش في الديماراج ديال الدروج الى اخره، ومن بعد نطلعو للبلونشي ونديرو لي ديتاي البلونشي. الى عندنا شي دار بلان ندوزو فيها، ندوزو فيها لا كوب، نبينو الحديد ديالها، الى عندنا دي بوتر نبينو، نعطيكم واحد دو تروا كاتر بوتر ديسان كلاسيك، ديسيني بوتر راسك. من الاحسن تبدا انك ديسيني لي بوتر مانيا بيديك باش تفهم الفرايات ديالهم، من بعد لو بغيتي تسير ديرهم في ارش ولا ديرهم في الروبو يعطيهم لك اوتوماتيكمون دبر راسك. المهم في الاول ديزيني مانيال باش تفهمهم، باش منين تمشي الشونتي تكون عارف كل حاجه فين محطوطه، هادي راه شابو، هذا راه رونفور، هذا الى اخره. هادشي اللي كاين الشباب، الله يعاونكم، الله يسهل عليك اخويا عزيز، والله يجيب لي فيه الخير والتيسير، ودعواتكم معنا الله يجازيكم بخير. هادشي لله في سبيل الله خالص لسبيل الله، والناس اللي تيديروا فورماسيون الدراري بالفلوس يسمحوا لنا، هادشي اللي عطا الله، الله يسر الامور للجميع.